فيتا بيلا بتقولك رمضان كريم، وده معاه سنة أولى صيام. لو حسيت إن ابنك وهو صايم متوتر وبدأ يبقى مرهق أو عطشان بس مكسوف يقول، اسمحي له فورا إنه يفطر بكوباية مية ومعلقة فيتا بيلا عشان تمده بالمعادن والفيتامينات اللي محتاجها، وبالذات الزنك وفيتامين سي ليهم دور مهم جدا في تقوية مناعتك. فيتا بيلا بتقولك صوما مقبولا ومناعة قوية.